شيخ تيضا عبدي حسن أيا صلاتي جمعت مسجد الشيخ مكاهيل وحا وسيادك وغهد لي وقتك أي قيمها وليهي شيخ السوق هذا الكسي وغهد وحا وبرشادة أشيغي إن أي وقتك فايديستان إمبوين كفرها بدن له وحكم إذا نعمة الوقت لله سبحانه وتعالى وقتك السيو وقتك وانا لشقفك وكاي كحرنت هاي قول الرديسة يجوشيس وقت بحلية قيمة هذه آذوين ساوجد إن شاء الله تعالى وحن ما أنت يحسوسين دونا قيمة حلية هاي وقتكو and أرنتي هذه آت أو يعني وحوي وين وين أكو بكريني إخواني في الله قفك أوفير صدا نصوص القرآن كي يصنّ ذا وحوجانا يا هلك هيدك تي شرع هذا الإسلام كو وقتها هي قيمها وليه هاي وإلهي سبحانه وتعالى كدجي نعمة إلهي كو قال هذا يستي إنسان ك إن وقت الله صيّه إلهي حليه هاي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله سبحانه وتعالى وحاول نوشيك يا نعموينك ونسيي وسخر لكم الشمس والقمر إلهي سبحانه وتعالى وحاول ذين ليلي وإلهي ذين صخري وليذين هقامي الشمس والقمر طيحة هي عذيضة لماذا مخلوق آتك هو أوين وحي إلهي سبحانه وتعالى هو أبوري أوش قين أيان إلهي وحي الواء ذنك فداتين بني آذن أي أوش قين أيان وأيو ريق أيان وأيو نسن لايين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وعكل إلهي ذن سخري والله دين هذا الشيء هبينك يا مالنت أفرت مخلوق أرنتي آدي آت كوأوين ويمد عو شقينا يعني ومحي ووقت جينا سبب إن وقت قول علينا وارن مهم أوي سان وقت قول علينا وحلو بهاي كو إلى نكتجنا هذا الكلام معنا ضر هذا وحي نجا ميل والبا iyo yaani waxa weey macna kasta iyo shay kasto qiimo leh in seejinaya waxa la yiraahdo fuduulul kalaam Soomaaliduna way hadal badan tahay weey dhaladaad aragteen ee tirada badan leh magaalada kolba mid cusub lagu soo darayo wax kale looga furtay waa lagu sheekeyaa waayo kuwi wax laga cunayay iyo kuwi la seexanayay intuma magaalada ka buuxaan sheekaa loo furtay dhalinyar iyo waayeel iyo garad iyo ku kale caama intuba waxay u tagayaan in halka ka soo sheekeyaan هداد ويدي سنة عقلية وقت جايان سكون دافين يا فالوقت قصور نولا شهادين ما حاجة سكون دافينس من بعيرا نفطا نصدافين يا مرك فضول الكلام وين إنه كيف جانه وعكم إذا يذنا وحلا يراده يعني وحويان أنت ضفرها بدن لي هذا ضفر بدن بس كحي سنة أنت ضيو حيوان وعاصو كلاوي مرك وحلا يراده فضول الدعام يا فضول الكلام حيابها وقبضن إعدادك وقتك سيجية أي كمديهين وحددك وقتك سيجية أي كمديهين مركا شرابك ندى وعلمت بحل عبينا وعلمت وي لا يسكير أي سادة عدى إلهي سبحانه وتعالى هذا وحبذن وقبسته سادة تيادبا وحكم إذا هل قدق سلفك ما وقي شر بضنه فقد وقي شرا عظيما قفك اللي قبت بهذه الشركة يعني وعب مشاكلاتك علوش يسوى يكوك أنا يسوى شر بضن أي اللي قبت بهذه أي أورنجرين وعكم إذا إخواني في الله وصدعين وقت قويلة لأنه قفك إنه يسكير أيه لحقلك الضدك هنا الضدك يعني وحو يسكسي لحد يسوى وحل إذا الضدك لحقلك وذو وسيد الدوذو وكالي انت أضبها انت هاي كاقاضو هداد لكن دوذا كبض يسوى أنت أذوب بعهناي، دعوات كل دمار إسا، سوسة أسماء، أما عذر بعد كذا إسا، وقت بدن كهية،
إذن مركب مخالطة غير العادية يعني وحويًا دتكو إصلاح قال يعني محن كنا مجالس تي مرح للسوقي من يشك كذا يهال كنا سواها لو هيو وحي كم ذيهين وحي أبها دتك يعني وحويًا وقت بدن كقاطة أو كلهم يوين وعكو صبيري وحي أبها لا يراها هذا ميريا وحي كم ذيهين وحلا يراها حرير كبل شذا كم ذي فيسبوك والصاب تري وعصرنا يا بعض ذاتك وقت يا كعنا أي كمديهين لكن وسلاح ذو حذين هذين الربناين الحق ونعكسن وقف أيدي سنو أنت عصا خير بعد كوجد بين كرتا أنت عصا شيء فائدة لا بالو قب سن كرا أقوم بالق فائدة كرا يعني وحوي يا خير بالو قوجد بين أيا وحفر بدن أيا كو قب سن إسا لكن نجم حين كو قب سنا innagu maxay ku qabsanaa innagu waxaanu isku cayna wala isku fadhaxadeeyaa wala isku yaani waxa weeyaan een maxaan ku raa colaad baa lagu kala qaadaa waxyaabo xun xun oo fisqi iyo macsiye iyo yaani wax ilaahay subhanahu wa ta'ala laga fogaanaya la soo dhiga waxa saamaanta oo dhan la isku yeeraya oo dadkii dhalinyarta aha ragii dumarkii yaani waxa weeyaan waqtigina laga qaadaya ilaahayna lagu seejinaya subhanahu wa ta'ala حلو بها يا مركا إن ينكت حذرنه وعكم إذا إخواني في الله وحيابها أي تهيج أنا إن آد لسك جاي لاليوم وأي نقولي بآد يعني ست دقيقة أي نقدر أسينا فإذا ذا يحتر كذا هرد ذا هرد ذا وحي الله سبحانه وتعالى إن جواب وري لكن جدول بالوسمي إنها جدول كذا كوي لالي إن أي لو بهي ووقته ما أنت واحد دريمي كرا dadka meelaha yani wax weeye laga shaqeeyo jooga ama dawladda haato ama garacsi haado ama wax kale haado dhalinyarti waxa la tagay wax la yiraahdo media habeen oo dhan babraayda lagu soo jeeday ama kubad baa lagu soo jeeday aroortina lama soo shaqo tagayba waxa hadda ugu wacan dad badan inay shaqeeyaan waayaan inay adduunyada wax u qabsan waayaan inay ilaahay uga caabudi waayaan oo aakhiraa u shaqeeyaan waayaan وحوي وسجيد كفرها بدن لوي هو بانيا هاي الاسكا يعني وحوي جدول بيلا هاي ان جدول كذا لما مر وهاي علماء ذو كهد الان وردها وحوي وفي عن انها بينك ورا الله سيحضر حافمات كاغا وفي عن تاي يعني عمل كاغا وفي عن تاي وابينك مركز روس سيحته هرانا وذو كعيسى الهي بعد عابد عيسى قران بعد خسر عيسى صلاة بعد تكن عيسى وضع عيسى عيسى ارورت هذا في فرعون أي soo shaqo tagaysa oo danaha ki qabsanaysa way waxay ka digaan habeenkii soo jeedka in badal la soo jeedo hatta caafimaad ahaan qofka waxyaabo fara badan ayaa ku dhaca xanuunada qaar kood soo jeedka sabab waa maaha maskuma maskaxda ku dhaca hatta kuwa jirka ku dhaca ayaa soo jeedku uu sabab u yahay saadarteed waxay leeyeen hurdada waxa ugu anfac badan hurdada la seexdo awwala layl oo aakhir kana la kaco iyo hurdada la seexdo maalinta bartamaheeda laakiin maalinta in labadeeda taraf la seexdo yaani wax weeyaduna ma fiicna macnaha barqadiina seexato yaani wax weeyaan galinka hore hurdo iyo inaad casarka iyo wixii ka dambeeya seexato labada waqtina caafimaad ahaan bay dhib u leeyihiin waxa kale dhib u leeyihiin noloshaadii adduunyada ee la rabay inaad ka shaqeysato marka de qofka cudur daar la isagu habeenkii shaqeynaya ee shaqadii habeenka ka soo hagaagto haduu maalintii galinka hore seexdo de qofkaas isagu cudur daar buu haystaa waanu soo jeedayo in badan ayuu soo jeedayo inuu u baahan yahay inuu seexdo laakiin qofka isagoo wax ku khasbaya jirin inuu habeenkiina soo jeedo maalintiina hurdo caafimaadkiisana uma fiicna yani wax weeye dunyadiisa iyo wax soo saarkiisana uma fiicna cibaadadiisa yani wax weeye aakhiradiisana uma fiicna weyn فضائل معيات أي واحد لقى وريانو يري خصلتان تقيسان القلب لبع رموت قلبك أي قلجيان كثرة النوم وكثرة الأكل انتظر الله بديو يهرد ذا الله بديو رغف بعضو يعني واحد ويان أن دعاء إلهي كجم مشغولنا أورد ذا سيد في سرة توقف شيء ذاك شق يستوي نبلا شيء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نيكا سمبا توصو الى واجب اليوم كان شيطان بعد كاتشي بن النبي عليه الصلاه والسلام وانا شيطان كاتشي
oo yani waxa dhacaanka sheeydaanku ku jiro weeyaan buu dhe rasuulka kaleey salaatu wasalaam qani fillah waxaanu kaga tageyna laba dardaaran oo aynu ka hayno laa imaam oo waaweyn oo aimadii muslimiinta ka mid ah midka koowaad waa saxaabiga loo oran jiray cabdullaahi ibn mas'uud radiyallahu ta'ala anhu waxa uu leeyahay kamaan murgoonin inta aan ka murugooday yani waxa weeyaan maalin dhacday oo ajashaydiina ay nuqsaantay camalkaygiina aanu ziyaadin labadaanbaas barbar dhigaya camalkaagii ma kordhay haa alxamdulilah lintan ajasha adigu ma haysatid maalin kasta oo ku dhaafta ajash qabrigii bay kusii dhowaynaysaa dhimashadii baad kusii durkaysaa haloshii adduunyana waad kasii durkaysaa marka maalin kasta oo cadaadeedu dhacdo oo ajashaydii ay dhinmayso oo camalkaygii siyaadi waayey ayaan ugu murugo badanahay buu yidhi inta aan murgoodo wax kale kama murgoodo kalena waa imaamkii weynaa ee loodhan jiray xasan albisri raximahu llahu tacaala waxa uu leeyahay ya bna aadam inamaa anta ayaam bini aadanow horta waxa tahay maalmo waad ogaataa jimcadan aynu ku jiraay inay noloshaadii qayb ka mida tahay inay yacni waxa weeyaan markay ku dhaafto in noloshaadii qayb ka midi ku dhaaftay faidaa dahaba yowmun dahaba bacdu markay maalini tagtaba barkaa baa tegaya waxaa kale uu yidhi markaa isagoo ka waramaya dadkii salafka ahay uu soo gaadhay imaamkaas raximahu llahu tacaala waxaa soo gaadhay dad ayagu kaga lexe jeclo badan waqtigooda lacagtooda lacagta siday u ilaaliyaan yacni waxa weeyaan si ka weyn bay u ilaalin jireen waqtiga oo inuu lacagtu ka lunto oo ay ka dayacanto umay arkaynin wax weyn waxay u arkayeen in waqtigu ka lumo ayay wax weyn ay u arkayeen buu leeyahay imaamka raximahu llahu tacaala marka akhwaani fillah waqtiga aynu ka faa'idaysano waxaad ogaataa neefsashada kaa soo baxaysa ma noqonayso saasoo ma ogudin daqaatu linsaani tawaanin wa daqaa'iq qalbigaaga jugle ee jugle ee jugle daqiiqadii buu tirinaya daqiiqadaha aynu saacadda ku haysano horay baa ilaahay noogu rakibay subxaanahu watacaala oo ay u garaacayaan daqiiqadaa garaacaysa wadnaagu jug leeyahay mar labaad halkeedii kusoo noqon mayso sidaa ay u socoto ayuu mudhagta joojinayaa wey inay waqtigeenna ilaaliyaan ay waqtigeenna kontaroolaan oo maamulaan wa aataakum min kulli maa sa'altumuuhu buu leeyahay alla subxaanahu watacaala waxaa ilaahay idin siiya wax kasta oo aad yacni waxa weeye dalbataan wain tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa haddaad nicmada ilaahay tiriya istidhaahdaanna ma koobi kartaan laakiin mashkalada jirta insaanka dabcigiisu wuxuu yahay ina alinsaana la daluumun kafaar insaanku waa mid dulmi badan oo gaalnimo badan imisaa maanta og nicmada uu leeyahay waqtigu markaynu ka nimaada gaalada ilaahay ka gaaloobay oo iyaga aynaan uga fadhiyin dee inay ilaahay u mahadnaqaan imisaa waqtiga ilaahay siiyey ilaahay ku caabudaysa oo ilaahay ugu mahadnaqaysa oo qiimihiisa garanaysa oo muslimiina ilaahay wuxuu leeyahay ina alinsaana la daluumun kafaar ka bini aadamka la yidhaahda waa mid dulmi badan xadgudub badan misa dalika gaalnimo badan ayuu leeyahay alla subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku canaananayaa qolo dayacday waqtigii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey oo markii la keenay ee lasoo xaadiriyey ilaahay subxaanahu watacaala uu ku canaantay waqtigii uu siiyey iyo inay iska dayaceen ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala isagoo ka warramaya gaaladii naarta gashay wahum yastarikuuna fiiha waxay ka dhex cabaadayaan oo ay ka dhex ooyayaan naarta dhexdeeda maxay ku calaacalayaan rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan gayra aladii kunnaa nacmal ilaahayow meeshan naga saar aan soo shaqaysanno oo aan soo camal fallo wixii aan hore u qabanayna wax ka duwan hore waqtigii waan iskaga luminay waxa uu nagu dhaafay waxaan faa'iido lahayn aan wax faa'iido leh waqtigii soo gelinne ilaahayow meeshan dhibta badan leh naga saar ayay ku calaacalayaan
إلهي يقول لي يا وحلورانا يا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أميين على السنة وقتي يا عمري يا الداء وكو أنسمه إدي وأنا دون إيسا يا عبرة وحقتي أي وحقوق هذا تصويد ما الناس ينبو إلهي كورنا يا سبحانه وتعالى وجاءكم النذير ولما ما ندقنين تينا إذين منين يضع فرصة لذي سيئي أيها دانا دقنين تي دي سوقان هو ما حي دقنين تاس بعض العلماء وحليه وكتاب القرآن قال واحد اللي هو صدرتان النبي عليه الصلاة والسلام أما أمضوا بالنبي إذا الله صدري بعض العلماء وحليه واعر هذا هي أصطامان دي تصينا يقفك شيخو خذي سيدادي سيئنا يسعطه إلهي حليه فذوقوا فما للظالمين من الأنصار من نصير وحلورنا يا فذوقوا دادمية فما للظالمين من نصير كوا ظالمين تا ما لها عيد قرقارا يعيد قرمان يسي هل كا سيدون كوا ريسان ميشا سهوي دينا هانا يسا هل كا يعني كجرة أيا لقو أرنا يا أبو الله سبحانه وتعالى رنتي وحوة يا وقته وقالي إمام غتاذة رحمه الله تعالى مفسر كي وينا اتابعيها يا وحلي يا وحا دات كان لعنانا ريو يا آيات كان يكسو الدقيين وحا كم إذا غار سديد يتبنجرة تدبعا غار كوين يا غار كي نواجرة إلا وحلي يا ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر عمرك أنت كستولك سيئو ما رينا الله ما قال أنت يقين غار كوين بلو ضيئة مسؤولية قادي ديدو دقيقات كستولك سيئو ولا قال حساب تمية هذا ضيعه وحكمنا قنا ساقوما ما مالنت قيامه نبي نوح عليه الصلاة والسلام أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة إلهي سبحانه وتعالى عذر دار وأدميه أدونك إلهي سبحانه وتعالى أدب دقه أجريدي صلاة دب دقه إلهك جاري اللحذن يعني عذر دار والورد بيبوري نبي عليه الصلاة والسلام وأنا في الله أهمية يقيمها وقت يقول لي هاي وحد كده ده السنة يسا انت قار إلهي وكل دارتي كتاب في سنة حديد إلهي سبحانه وتعالى وقت وكل دارتي وحكم إذا هبينك إلهي كل دارني مال انت إلهي كل دارني وابرق إلهي كل دارني صبح إلهي كل دارني ما يعني وحويان برقضة إلهي كدارنا عصر وقاديوي وحصردن وحسقصوب يشمنيان قيمها وقت قليه إلهي عود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وحن كدارنا يا هبينك مركا ودوني ذا مذوبيه وحن كدارنا يا مالنت مركا يعضاته أي افتينته والليل إذا أذبر والصبح إذا أصفر وحن كدارنا يا هبينك مركا يعني وحويان سو قابله اما مركو دبجيديو والصبح اذا اصفر يا صبح مركو صايف تيمه ايان كدارنيا والليل اذا عصعص والصبح اذا تنفس فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والفجر وليال عشر والضحى والليل اذا سجى والعصر ان الانسان لفي خسر انتاس يعني وحويان جس عمي بكود جرابه الهي كدارنيا سبحانه وتعالى يا إنك لا ينكر تجني. محي لا يقول دارنا يا سبحانه وتعالى وحقول دارنا يا قيمها ووقت يقول ليه. نبينا وحده عليه الصلاة والسلام سواء كان ضيع وقت قال ضيعه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراق بين نبي عليه الصلاة والسلام. لبن نعمة ونعمة إلهي كم إذا دتك ويكون عينهين. ومعناه وحوية خسارة أي كجران لبذا النعمة والصحة والفراغ وعافي ما تقبك يقفك وقتك وهيسته لبذا بدتك وكل قاية يقول النبي عليه الصلاة والسلام قيمة وقت يقول لي هاي هي مهمة ديسة يعني وحوية وحد كدر ايميسا وحاو كم ديها وقت وحيابها آخر الله يسوي ديني النبي نوشيك عليه الصلاة والسلام يقفك لك الأحساب تميو لا تزول قدم عبدي يوم القيامة
قفنا لبدي سلوغوت ما انت قيامي هل كيستاغان كدقاق مايان حتى يسأل الى لغا ويديو عن عمره فيما افناه عمره سي محو كسو دميه وعن علمه فيما فعل علمه وبرتي محو كسو فلي كسو سميه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه مالك سي حجابك كاني حجابك بحيي وعن جسمه فيما أبلاه شركي سينا حكم بالي حديث روايات كقاركوز وحشيريين وعن شبابه شباب لماذا لقوا الدينية عمر قاقي قد بلقوا الدينية يعني وعويان قال لي أن بدي يحل قاد حوق قاعد بلقوا الدينية وحكروا لقوا الدينية شركاغا شركاغا وحيات كسو بالي يسي وقت قلقوا سيي عاد كسو قبطي ولذلك بان نبينا عليه الصلاه والسلام وحاوضر دار ما يا امد جودهان سيجارنا صحابتي ومركا صحابي ومركا لا هاد لي هيا وحول لي النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عباس سيدي ورينا رضي الله تعالى عنهما نبي وحول اغتنم خمسا قبل خمس كفى اذا يسو شن الريموت انت انا شن الريموت كوغدين شبابك قبل هرمك دايرانت هذا يقود هذا يحوق هذا كفى إذا يسوي تاند جبوبين لو حيا فر بدن بان القبسن كرنا عبادة كم إذا مركا أداء نقطة مركا أنت أدل ليرت تهاي يا ذحوق تهاي يا ذوح قبسن كريسو كود ذا البودي نبغى عليه الصلاة والسلام وصحتك قبل صغمك عافمات كاجا كود ذا ال واحد مش إذا محن كل هذا عافمات كاجا كهر كود ذا ال أعماشة قبل السقمك أنت أنا ذحنون صنين حني وقف إذا يسو إن أتكد ذا الشو وحقب سجا حل قال عافمات قبته كد كهر أنت أنا كودعين حنون يا عذر كانوك هلالين وغناك قبل فقرك غني إني ماذا هذا كفى إذا يسو إيه أنت هذا حيصة تود هلي كرايسو يعني واحد وأنت أنا فقير نمك كودعين وفراقك قبل شغلك فراق هذا إيوه يعني واحد في الصداه جانس قاعد يسطه وقت كفى يسطه انت انا مشغولين وواحد مشغولية انا كو قدحين وحياتك قبل موتك رش هذا كفى يسطه انت انا كو قدحين قريب وانا ضمانين سادرت يا اخواني في الله وحيا هاي اندتك وناك سنا اي هاي اي تاين انو كود ديانو اي السلف كاها هو اد يا اد وقفى يسطه ورنتي وقتك هذين هو حقيقة هانك هذا الله ووحى أنا أذبو توجين كرين ووحى أنا ذوحى قد درسن كرين ما أنت أفري الله واتنك ساعد هذا البرسك ما درك تدوي ما درك أجاش هذا هل يعني وحى ويا سكن مزيادة كرتي وقت كان كحر أنت حلق اللي قلقو قندي أيك وقوي ما ليسا وعلى جاي أبغى إنك وين إنه وحياة بها الدنيا ذا أي إنه وقتك كقيمة إنه لكن أي إن حق آخرة أهمية بدن صيني ولما كوا الدنيا ذا قيمة لي أنا وأضط كوابن مثلا هدي أي وعمانت وقتك قيمة ولا هي هاي دراما ضط كان برتمة أرضية العجاه كقاطع أما بلادها كوكاتا يا لغوسيو البرخس وقفك هريبو كاسين الدهب كويلا يا كنا كوايا قفك البرخس قاسيم سوق قيمة وجوجا هل كاسا كم أنت وقيمة وجوجا ودريمسا لكن هذا ما دريمسا كهذا كهاجو أن إدعاء إلهية إلغابدي ما حسابينيس وعلى جا يا عادات ركاب تا عادات هاي السفر أو أدور إيسو أو وقت يعني واحد ولا جو قبته أو وقت جي أتكه بسنة دقيقة الباب كله جاحره إلى دري مسخ سيره كسو جاري وديارة ده كاتك تي يا سفر كاب باقضي يا مالمها دب يعني واحد ويوصل دع إيسو خسارة كسو جاري وكو حساب سيء لكن كم واحد حساب سنة ساعات كثيرة بدن لي إذا عاد إله سبحانه وتعالى ضيع إيسو إيه أنا يعني واحد ويان ما بكترينيني إمام الشافعي رحمه الله تعالى أيها واحد لقوريا إنه يري يعني واحد وهي الصوفية
intaan la joogay sufyadu kuwan dee hadda khuraafaadka iyo badan ku jira may ahayn xilligii imaam shaafici iyo ragga la midka ah waxay iska ahaayeen dad iska cubaado oo intay barteen oo intay ilaahay ku caabudayaan meelaha ku khalaaweeya oo aan dee waxaan ay bulshada ku dhex fidinayaan iyo khuraafaadkan iyo bidcan iyo waxaan ku mashquulinay ayagu naftooda un arkaa cidlo ugu go'ay marka wuxuu leeyahay shaafici waxaan ka faa'iiday keliya qoladii sufiyada aan la dhaqmay ee aan isdhexgalay laba arrimood unbaan ka helay wax kale yacni waxa weeyaan kama faa'iidin labadaasi waxa weeye waa laba waqtiga ku saabsan waxuu leeyahay waxaan ka faa'iiday alwaqtu sayfun waqtigu waa seef fain lam taqdachu qadacak haddaad goyn weyday isaga ku goynaya arrinta labaadna waxa weeye waa nafsuka in shaqaltaha bilxaqi naftaada haddii aad xaqa ku mashquuliso iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa way fiican tahay wailaa shaqalatka bilbaadil waxay kugu mashquulinaysaa baadil naftu ma fadhiisato ilaahayba uma abuuri subxaanahu wa tacaala ina fadhiisato wey haddaad daacada ilaahay ku mashquulin weydo dikriga ilaahay ku mashquulin weydo cibaadada ilaahay ku mashquulin weydo ilaahay waxaad kaga cadhaysiinaysa kugu mashquulinaysa labada qodob baan ka faa'iiday buu yihi imaam shaafici raximahullah waxay gaadheen culimaau salaf ridwaanullaahi calayhim in xataa yacni waxa weeyaan sheekada caadiga ah ay qaarkood diidaan عامر بن عبد القيس وحكمدها من أئمة التابعين رحمه الله تعالى بركة من أصحاب تيسا أيا وحي كويل هذا كالا يوينو حقين يرى شيكي صرنا مركاسا وحي الواذي شيكينا يا لكن أمسك الصا أمسك الشمس إذا نوح يبقى لنقى داني العديد الجوجسان وهي عديد يقص عطا وقت يبقى يقص عطا مركا انت محاكونا ذا أن هلكا كل من أيوم إذا نوح يجو جيا سياني يعني واحد ويان ده وقت جي علا يجا قدعين هذا أنت على سمايسان أنت دون تابع ذي اللي تجوي هي عاد تجوي شن قري واي فضيل بن عياض رحمه الله تعالى أي واحد لا شيء قا ما هو شيء جا واحد قرنا يا سلف كي رضوان الله عليهم رجي يعني واحد ويان في مهلها رج هذا الكود الله تريه جمعة إلى جمعة هكذا معناها تضبات كدن انت كلمتين ذو هضلي ركبة تركو قرني وحان ذكر إله يا هين سبحانه وتعالى يدعى هذا إله يدعى بذين أيان وحان هين هذا الله ذكر وأوتر سنايين أن وحا كم إذا رك قاركود أو ده مركة أصحاب تصاب وغضان سوغو إسكا قرآن كي آخر سنة أو ذكر إله يا آخر عبادة سنة أي سو سيارتان ayaa waxay ku yidhaahdeen waanu ku mashquulinay waa run buu yidhi kamuu qarinine qur-aankii ilaahay baad iga joojisan buu yidhi yaan akhriyay watada khiyaara oo ahlulcilmiya oo ahludiin oo isboqanaya waxaad u malaynaysaa kuwinan yacni waxa weeyaan udheelada iyo marfashiyada iyo golayaasha iyo meelahan loo samaystay yacni waxa weeye in lagu sheekeeyo oo waxa lagu hadlayaana ay tahay إما أين يلغوي تهي يا ما لا يعني وإما أين يدم بتهي شيء حرام حضم الله ينسى حماد بن السلامة إمام كوين محدث قال رنجر رحمه الله تعالى وحل إلى وقت جيس وحو قيبي إنه قرآن أخريه إنه تصبيح صدو إنه صلاة كذو تلميذ كيس باكا ورمي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى من أئمة الحديث أي كم ذها بخاري إيه مسلم إيه دمان علمادو تجاي ثقات كي حلقة وريوي عبد الرحمن بن مهدي وكورنا يا شيخ يسي حماد بن السلامة وعولي يا هاي يعني وحوى يا حماد بن السلامة أن وحوها إمام كاسي هدي الله إلى هذا بالربا دمان إيسا ميل وعمل كيسة وحكا قدر وما بنانين تي لا بالربا دمان إيسا وحكو كردية وما بنانين diga adiga lagu dhaaka waran bariba dhimanaysa maalkaaga wixii lagu lahaa naftaada wixii lagu lahaa salaad wixii lagu lahaa tasbiix wixii lagu lahaa quraan yani waa naftaada iska saaraysa sooma isagu hadii la yiraahdo bariba dhimanaysa firi meel uu kaga kordhiyaa uma banaaneyn buu leeyahay saasoo kale ayaa yani waxa weeyaan muusa ibn ismaaciil isaguna ka warinaya u lahaa xamaad ibn salama waqtigiisiba wuxuu qaybiyey inuu ama salaad ku jiro
أما القرآن أخريه أما هو تصبيح صدو دعاد إلهي أيوم بمشغول كواها مرك أخواني في الله تذكر للدونين إنه كل ضيانه سين وقتك وقف أيدي سنه وعدت كاسوي مرك وقتك إنه يوقف أيدينه وح إلهي هرتي وحنا تري أي نوقف أيدينه وحنا الدنيا ذا كنت فعصنين لا الدنيا ذا النجا لا ينوع بوري وكا إلهي عذاب يضيح يهبان كأيام ما أنت وح إنك على يدين سخير بالين ذا كفى يديس ذا لكن هذا ما لا يعني كل مصا سينو نجو بدن هاي وحويان آخرة وما ما أي كذب بيسوي دقيقة كستة ومعنى الآن كقول دافتة آخرة وحكي كقول نقول نسا حصرة يا واحد كقوم ماتوا فكوينا إنه كفى يديس إنه وقت إذا كفى يديس ومضى ومضى وقت إذا كفى يديس أيوم بهرو مرجعنا وعن الله إذا قفك أن جرنا ينين وقت قيمها وليه ما جرنا ينولش يسقي ما إلى ذلك